رئيس الحكومة الموجود هو رجل غير شرعي ولا يملك أي سلطة ولا يملك أي نوع من أنواع الشرعية، بل هو من وجهة نظرنا كثوار هو خائن لهذه الثورة، فكل من يتعاون مع هؤلاء الانقلابيون هم خونة لهذه الثورة، ونحن لا نعترف بهذه الحكومة، وأي حزب يقبل أن يشارك في هذه الحكومة فهو حزب انقلابي، حزب دكتاتوري، حزب يقف في جانب الخونة ولا يقف في جانب الثوار. إعادة الانقلابيين والديكتاتوريين في أي مكان في العالم أول ما يأتوا لابد أن يلقوا القبض ويعتقلوا ويختطفوا المعارضين وقادة المعارضة ويلفقوا لهم التهم، فهذا ما فعله الانقلابيون والديكتاتوريون الجدد في مصر، أن لفقوا التهم للثوار ولفقوا التهم للشرفاء والأحرار، وهذا لا يعنينا إطلاقا لأني لا أعترف بهذا النظام ولا أعترف بقضائه الغاشم، بقضائه الفاسد، ولا أعترف بالنيابة ولا أعترف بأي شيء يخضع لسلطة هؤلاء الانقلابيون.